تحية طيبة لك، ونشاهد أن مقاطعة منبج اليوم وفي ساعات الصباح الباكر شهدت العديد من الهجمات الوحشية من قبل الاحتلال التركي. تجدد محاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة من جديد. زاد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في الآونة الأخيرة من جديد على قرى منبج. هذه القرى هي أهل بالسكان، إلى جانب محاولات التسلل من قبل الفصائل الإرهابية المدعومة من قبل الدولة التركية. يعني صعدت الاحتلال التركي ومرتزقتها وتيرة هجماتها واعتداءاتها على مناطق ريف منبج، إلى جانب تحليق للطيران المسير التابع للاحتلال التركي فوق سماء قرية الجراد الواقعة من الجهة الشمالية لمدينة منبج، وكان هناك تحليق للطيران المسير من نوع درون. إلى جانب آخر، أسقط مقاتلو قوات مجلس منبج العسكري طائرة مسيرة من نوع درون في الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم في قرية الجراد، ثم استهدف الاحتلال التركي القرية ذاتها بمسيرة انتحارية أدى إلى إصابة المدني محمود حسين الخلف، يبلغ من العمر 40 عاما، عندما كان بجوار منزله. ما أود قوله أن دائما ما نرى الاحتلال التركي يستهدف المدنيين هناك، حيث تم نقل المصاب إلى مشافي منبج لتلقي العلاج. إلى جانب آخر، يتزامن هذه الاستهدافات مع استهداف طيران مسير لقرى منبج وتسلل مرتزقة درع الفرات المدعومين من قبل الاحتلال التركي إلى نقطة يتمركز بها قوات حكومة دمشق في قرية الدندنية. قرية الدندنية تقع في الجهة الشمال الغرب مدينة منبج، ففي تمام الساعة 4:30 صباح هذا اليوم تسلل مرتزقة درع الفرات إلى نقطة تابعة لقوات حكومة دمشق كما ذكرت على محور قرية الدندنية، أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف قوات حكومة دمشق إلى جانب إصابة عنصر آخر منهم. فليس المرة الأولى الاحتلال التركي يستهدف قوات حكومة دمشق على خطوط التماس الواقعة تحت سيطرة، لنقول أن الخطوط الصفر الواقعة تحت سيطرة قوات مجلس منبج العسكري، وبالمقابل المناطق المحتلة مثل جرابلس الباب وعزاب وعزاز والراعي وإلى آخره. نرى أن هناك صمت من قبل روسيا كون هي تدعي أنها تحمي الحدود بشكل كامل. فكما قلت، ليس المرة الأولى الاحتلال التركي يستهدف قوات حكومة دمشق، فقبل فترة وجيزة تم تدمير نقطة لهم بالقرب من قرية عوندة ذات الواقعة في شمال مدينة منبج باستهداف من قبل تركيا وأيضا مرتزقتها. يعني وبعد فشل كل محاولات تسلل، تلجأ قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها إلى قصف مناطق ريف منبج، إن كانت بالمدفعية الثقيلة أو قذائف الهاون أو عبر طائرات المسيرة التي تحلق دائما. فاليوم أسقط قوات مجلس منبج العسكري 3 مسيرات من نوع درون للاحتلال التركي كانت تحلق فوق سماء المنطقة وخصوصا في قرية الجرات. هذه الاستهدافات يأتي بالتزامن مع استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية الجرات بريا. فنرى أن كل محاولات تحليق للطيران المسير يرافقه استهداف منازل المدنيين الآمنين هناك دون أي التزام بأخلاقيات الحرب وقواعد الاشتباك. يعني بالمجمل يمكننا القول أن الاحتلال التركي ومرتزقة الاحتلال التركي استهدفوا قرية الجراد أكثر من 17 قذيفة هاون ومدفعية. وفي سياق آخر، أسقط مقاتلو مجلس منبج العسكري 3 مسيرات من نوع درون في نعم قرية الجراد تقع في شمال المقاطعة. اسمح لي هنا سيد يحيى، باعتبار هذا القصف وهذا محاولة التسلل هذا يعني أسفرت عن مقتل عناصر من قوات الحكومة السورية، اليوم الموقف موقف الحكومة السورية كيف يقرأ؟ هل لا زالت صامتة كما جرت يعني في المرات السابقة؟ كما ذكرت حضرتك، يعني هذه الاستهدافات ليست الأولى من نوعها، يعني هي دوما تستهدف مواقع ونقاط تابعة لقوات الحكومة السورية. نعم، في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020، يعني ادعت روسيا أنها هي ستحمي حدود كافة
إقليم شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص في مقاطعة منبج. فمنذ 2020، منذ عام 2020 والاحتلال التركي ومرتزقته، يصعدون من هجماتهم على هذه القرى. طبعا كل القرى الواقعة على خطوط التماس، أيضا هناك بعض النقاط لقوات حكومة دمشق. فكما قلت، ليس المرة الأولى وليست المرة الثانية يتم استهداف قوات حكومة دمشق، إلى جانب صمت الدول حيال هذه الانتهاكات الذي يحصل على المدنيين، كون المدنيين هم الخاسر الأكبر، وبعد المدنيين يأتي نقاط تمركز قوات حكومة هل دمشق. الحكومة السورية ترد على مصادر النيران سيد يحيى؟ لا، حكومة دمشق لم ترد على مصادر النيران، فيقظت قوات مجلس ممج العسكري عندما يكون هناك محاولات تسلل أو استهدافات، هم يقومون بالرد في إطار الدفاع المشروع على هذه الاستهدافات، ولكن هناك صمت من قبل روسيا. ومن ناحية أخرى، لم ترد حكومة دمشق أو لم تقوم بالرد على تلك هذه الاستهدافات الذي يحصل عليهم، كون هناك وقوع ضحايا وإصابات في صفوفهم. أشكرك جزيل الشكر الصحفي يحيى علو، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.